التحية متجددة بحضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في صباح هذا اليوم من هنا من أرضية ميدان سيف العرب أحد أفرع ميدان المرموم في دانة الدنيا دبي لنتابع أحداثية هذه المكرمة السخية اللي أتت من حضرة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه الداعم الأول لهذه الرياضة العربية الأصيلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يسير على بركة الله وتوفيقه شوط جديد من أشواط الخير والبركة في صباح هذا اليوم والخاص بالأبكار. شوطنا السادس ونسير مباشرة إلى مقدمة الشوط مع دنات الأصايل نتابع المركز الأول. شوشرة لعبيد بن سعيد بن عبيد بن بدر العلي اللي يتقدم على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول بينما الانتقال إلى مغيصه اللي على المركز الثاني لمحمد بن علي بن محمد بن مبارك المنصوري بينما المركز الثالث ثالث المراكز تتقدم الشكلة لسعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي اللي تنطلق على المركز الثالث بينما الوصول على المركز الرابع من الظبي تتقدم الظبي على المركز الرابع في هذه اللحظات اللي تتقدم بشعار عبد الله بن خميس بن خليفة بن شلبوت الخيلي على المركز الرابع بينما المركز الخامس موالف اللي تتقدم للخميس بن عتيق بن جمعة الرميثي اللي احتل المركز الخامس. هكذا النتيجة والنداء للخمسة المراكز الأولى وفيناها لحضراتكم مشاهدينا ومتابعينا في تحديات هذا الشوط ولكن أسماء قوية لن يحين موعد دخولها إلى الخمسة المراكز الأولى المنطلقة في تحديات هذا المسار الجميل وبعود إلى الصدارة بعود إلى المركز الأول وإلى الريادة. شوشرة اللي على مقدمة الشوط شوشرة اللي على الصدارة في هذه اللحظات اللي يقدمها لنا أيضا عبيد بن سعيد بن عبيد بن بدر العلي على صدارة هذا الاندفاع مسيطرة على المركز الأول. المركز الثاني الشاهنية عقيل بن محمد بصوب الأكتبي وأول ندى لشعار بصوب في تحدي هذا الشوط بينما المركز الثالث اللي تتسلل من موقع إلى موقع آخر تتقدم روق لعبد الله بن عتيق بن عبيد الرميثي الناطق الرسمي بدأ يتسلل في هذه اللحظات على المركز الثالث بينما المركز الرابع اللي تتقدم هنا موالف لخميس بن عتيق بن جمعة الرميثي على المركز الرابع. المركز الخامس اللي تتقدم هناك ربشة لعبد الله بن سعيد بن راشد اليابري وصلت الأسماء وصلت الشعارات مع أيضا اقترابنا من الكيلو المتر الأخير. الله 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 الروق غيرت إلى الصدارة غيرت إلى المركز الأول في هذه اللحظات لعبد الله بن عتيق بن عبيد الرميثي يروح يا الناطق الرسمي خلاص ما تبقى للقليل عن نهاية هذا الشوط واندفاعة يروق على مقدمة الشوط. المركز الثاني تنطلق هنا شوشرة على المركز الثاني تندفع بشعار عبيد بن سعيد بن عبيد بن بدر آل علي على المركز الثاني. المركز الثالث اللي تتقدم من الزاوية اليمنى الصعبة تتقدم هناك ربشة لعبد الله بن سعيد بن راشد اليابري ومتعب متعب وأول ندى لمتعب لمانع بن محمد بن غضيب العليلي خلاص هنا النهاية بانت النهاية روح يا ناطق الرسمي خلاص ولكن هنا غيرت شوشرة اندفعت إلى مقدمة هذا الشوط لعبيد بن سعيد بن عبيد بن بدر آل علي غير على الصدارة الأولى انطلق انطلاقة الفوز انطلاقة الانتصار على البداية. الله
الله يا اهل الرعفه، سلام 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 يا اهل الرعفه على هذا الاداء اللي تقدمه لنا شوشره في تحديات هذا الشوط. روق على المركز الثاني، ولكن خلاص الفوز مع شوشره. تهانينا والناموس لعبيد بن سعيد بن عبيد بن بدر العلي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني متعبه لمانع بن محمد بن غضيب العليلي، والمركز الثالث روق لعبد الله بن عتيق بن عبيد الربيثي، والمركز الرابع اللي اصبح الرابع مشاهدين الاعزاء، والخامس اللي هي ربشه لعبد الله بن سعيد بن راشد اليابري. هكذا مشاهدين الاعزاء النتيجه للخمسه المراكز الاولى. نعود بالتهنئه والناموس الى مالك شوشره اللي فازت بتحديات هذا الشوط، قطعت الاربعه كيلومترات في زمن مقداره 6 دقائق و23 ثانية. تهانينا والناموس لعبيد بن سعيد بن عبيد بن بدر آل علي على هذا الفوز، وسلاماتنا إلى أهالي الرعفة على هذا الانتصار الجميل.